بتكلم مع اخ محمد روراو، بشكره على الاهتمام، بشكره على واجب الضيافه اللي موجود مع النادي الاهلي. ويمكن النهارده كان بيقول ان مهتم جدا جدا السيد رئيس الدوله الجزائريه السيد عبد العزيز بوتفليقه، ان هو مهتم بنفسه ومكتبه اتصل بالاستاذ روراو ان يكون متواجد في هذا اللقاء. وده بيبين الاهتمام الكبير من الدوله الجزائريه وحرصها على العلاقات المصريه الجزائريه في المرحله دي. بيهمنا بكره ان شاء الله ان اللقاء يطلع في قوه كبيره وروح متميزه. بيهمنا تبقى العلاقات الجزائريه والمصريه على اعلى مستوى. زي ما انتم عارفين الرياضه لها تاثير ايجابي كبير جدا ولها تاثير سلبي في نفس الوقت. كان هناك تاثير سلبي في اللقاءات الجزائريه المصريه، انتهت الفتره اللي فاتت خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا. العلاقات اصبحت على اعلى مستوى، سواء على المستوى الرياضي او على المستوى السياسي. عاوزين نستغل الروح الوديه العظيمه اللي بين الشعبين. ان شاء الله باذن الله بيمر اللقاء بصفه وديه كبيره جدا، وبتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، وبتمنى انه يعمل مباراه متميزه. انما الاهم ومن ده كله ان تطلع روح الفريقين على اعلى مستوى، استقبال متميز. ان شاء الله نشوف في الملعب الروح الرياضيه دي موجوده. وانا شايف يمكن الاخ محمود طاهر حريص كرئيس النادي الاهلي بيتكلم مع اللعيبه وبيتكلم مع الاداريين انه بكره اللقاء ده متبادل. انا يمكن بالصدفه قابلت السيد رئيس الوزراء الجزائري من حوالي شهرين، كان عندنا لقاء هنا، ويمكن اتكلمنا ان احنا لازم نعمل لقاء ودي ما بين مصر والجزائر. ويمكن خلال المرحله الجايه ان شاء الله هيبقى في معسكر تدريب للمنتخب المصري في الجزائر هنا في عندهم. الحقيقه هم عند الاتحاد الجزائري عنده معسكر متميز جدا جدا، ويمكن اتفقت مع الاخ الاستاذ محمد روراو ان شاء الله ان المنتخب المصري في اقرب فرصه يكون متواجد وبيؤدي معسكر تدريب هنا مع اخواته الجزائريين، وده هيدوب كتير جدا جدا، وده بياكد على قيمه العلاقات المصريه الجزائريه باذن الله. هو الاتحاد الدولي السيد بلاتر يمكن الخطاب اللي بعته للاتحاد المصري بياكد فيه ان الرياضه دي مهمه جدا جدا، وبياكد فيه ان ممكن ما ذكرش بالاسم، انما في لقاءات قبل كده كنا بنتكلم ان الدوري بيقام في سوريا وبيقام في العراق في ظروف غير طبيعيه، انما بيقام الدوري. فاحنا مصر طول عمرها مصر امينه باذن الله تعالى. فهو من هنا بيقول يا جماعه ان الرياضه دي مهمه جدا، واذا كانت هناك جروح خلال الفتره اللي فاتت وهناك شهداء ومشاكل كثيره جدا موجوده حول كره القدم، انما هي كره القدم المفروض انها تلئم الجراح، وهي اللي ان شاء الله تكون خلال المرحلة الجاية يمكن الباعث للروح المصرية الأصيلة. فبنتمنى بإذن الله أن الدوري يرجع، لأنه الحقيقة في قطاع كبير جدا بيعمل. احنا حريصين على مستوى كرة القدم المصرية اللي اتأثرت خلال 3-4 سنين بعد توقف الدوري. مش عايزين المرحلة دي ترجع تاني، انها شفتوا لما الدوري وقف وعدم انتظام الدوري المنتخب المصري مستوى قل جدا جدا. بتمنى طبعا الدوري يرجع، لان هو ده اللي هيخلي المستوى تاني يرجع ان شاء الله. شكرا للمهندس هاني ابو ريده، كلام كويس وكلام محترم، وان شاء الله عز وجل يجد سبيله الى التطبيق في وقت احنا مش فاهمين فيه حاجه. يعني ده رح يرجع ولا لا؟ احنا بندعي ربنا يكرم ان شاء الله والدوري يرجع. يعني الامور هتبقى صعبه جدا، بس طبعا ان شاء الله يرجع، بس ما حدش يعطله. انت لازم تلعب كل يومين او كل 3 ايام، فما حدش يعترض من المدربين. انا كمدرب مش هعترض. ممكن تحكي لي الحادثه اللي حصلت لك في نهائي الكاس؟ الجمهور السياسي اللي موجود. الجمهور السياسي حلو ده. موجود. حلو ده. انا رايح ماتش الكاس والجمهور طلع. طب سموحه ماله؟ سموحه ما يعني ولا ليه في اي حاجه ولا ليه جمهور ولا ليه اي حاجه. للاسف الناس كانت عايزه تبوظ النشاط الرياضي. مظبوط. ضربوا يعني سموحه له عشان ما نروحش. ولا اتحاد سكندري ولا مصري ولا نادي جماهيري ولا نادي شعبي ولا حاجه. ضرب الاتوبيس عشان ما تروحش عشان ما تروحش تلعب. كان الكاس الدوري انتهى بفوز الاهلي بشكل كويس خلاص. النشاط كمل في الدوري. نهايه الموسم كانت نهائي الكاس سموحه والزمالك. واحنا رايحين الملعب هجوم مسلح على الاتوبيس، وربنا ستر ما حدش مات. يعني في ناس اتصابت كتير. ولو حد مات ما كانش هيبقى مهم. طبعا عشان نادي سموحه ما حدش ومش التراس كمان ما حدش سال عليه خالص. ما حدش سال على ايه اللي حصل وبتاع
يمكن احنا القنا الضوء هنا حوالي 10 مرات بس محدش عبرنا برضه. اتحاد الكره اتحرق قبل كده، نادي شرطه اتحرق قبل كده، والاهلي اقتحم والزمالك اقتحم خلاص. يبقى انا بتكلم الناس المسؤوله اللي شافت الاحداث دي كلها، الناس المسؤوله لازم عندها رؤيه قدام. الجمهور ده لسه محدش عمل له حاجه خالص، او القله دي محدش عمل لها حاجه خالص، وناس بتصر ترجع الدوري بجمهور، ناس طبعا مش مسؤوله متخلفه. ده نمره واحد. عايز اقول لك ان وزير الداخليه كرفت تماما مبدا عوده الجماهير، يعني كان لازم يصر، وكان لازم اتحاد الكره يصر، وكان لازم الناس من اعلى منه، الناس اللي منه يعني ليها رؤيه جت من في الكوره، مش دعوه بالداخليه، كلام الناس المسؤوله في الكوره كانت لازم تصر عشان تنجح النشاط بتاعها. طالما الناس دي موجوده ان النشاط مش هيمشي، يعني ممكن تلعب الدوري شويه وتلاقي الدوري باظ. مظبوط. بس انت قلت نقطه مهمه، انه لو الدوري كل يومين ثلاثه لازم الناس بقى المدربين يضحوا. الانديه كلها لازم تضحي. احنا خلاص لو الدوري رجع هيتلعب كده، هيتضغط، لازم لازم يتلعب كده. نعم. هو الدوري نصلك دور 19 اسبوع مثلا، انت لو لميتهم في 4 شهور ما تعملش توقف خالص، لا في توقفات موجوده، في مجلس الشعب، في منتخب اولمبي، المنتخب الاول ممكن تلاقي ماتش مش عارف الافريقيه، فرق افريقيه، فغصب عنك عندك مجلس الشعب، عندك مؤتمر اقتصادي. الدوري رجع هيتلعب كل يعني 48 كل 48 ساعه ممكن، بجد مش هزار. مصطفى بيقول لك انا بعد 48 ساعه لعبت الرجاء وهلعب بكره، فلازم يعني نمسك في الفرصه لو رجع في تضحيه من الناس كلها عشان الدوري يعني النشاط يكتمل لاخره ان شاء الله. اول مره اسمع كابتن ربيع كلمه الجمهور السياسي اللي قالها كابتن حماده، كلمه مهمه الجمهور السياسي. وانا ارجع اسالك كابتن ربيع، طب سموحه ده ذنبه ايه؟ يعني رايح يلعب نهائي الكاس وفرص الزمالك كبيره انه يفوز بالكاس، هل كانت القصه انك عايز توصل رساله سلبيه؟ لا الكره مش هتكمل، لا المسابقه مش هتكمل، حاولوا يعتدوا، كانوا هيموتوا لعيبه سموحه، حرق اتحاد الكوره، حرق اتحاد الشرطه، اقتحام النادي الاهلي اكتر من مره، اقتحام الزمالك اكتر من مره، هذا الشغب اللي موجود بشكل خد الكره تيجي تتكلم لك لا ترى حقهم ومش حقهم، مع الموت بنتعاطف تماما، محدش يقدر يتكلم في موضوع الموت، لكنه البلد برضه ملهاش حق، واحنا انت كمدرب وده كمدرب وانا كمذيع وده كمشاهد، مش الناس دي لها حقوق برضه يا كابتن ربيع ولا ايه؟ طبعا يا كابتن، انا عاوز اقول حاجه، يعني هيبه الدوله لازم تنفذ الظروف دي. حلو، هيبه الدوله طبعا يا كابتن. حلو. وفي نفس الوقت كل واحد يدور على مصلحه الوطن، ننسى نفسنا مصلحه الوطن ونفكر ان احنا نمشي للامام مش نرجع للوراء. لو احنا نسينا نفسنا يا كابتن، فكرنا كده وكل واحد كده حط على باب بيوته كده مصر فوق الجميع، ربنا هيكرمنا. جميل، مصر فوق الجميع طبعا، مفيش كلام، ومفيش شك ان في ناس قاعده يعني عشان الاخطاء، يعني موضوع الجمهور ده يا كابتن في ناس مستنياه عشان النهارده انا ابوظ نشاط، عشان الغي نشاط، عشان الدنيا تقع، عشان نرجع لورا. الشده لازم تكون موجوده يا كابتن، الشده والقانون لازم يكون موجود. اولا انا مع عوده الدوري يا كابتن حماده، مع عوده طبعا يا كابتن، طبعا كلنا عايزين الدوري يرجع يا كابتن. مصر فوق الجميع ومصر اكبر من الجميع، وفي نفس الوقت احنا عاوزين الناس تيجي مصر تحس ان مصر بلد الامن والامان. ما ينفعش الغي دوري، احنا شريحه ال 5 مليون او 4 مليون دي ما فيهاش، كان في ناس كتير جدا بترزق عن طريق الدوري. صحيح. لكن الشكل العام والشكل الحضاري بالنسبه لينا لما نلغي دوري ما يبقاش في شكل خالص يا كابتن. مؤشر الامان. نعم. فيش. يعني. مؤشر الاستقرار كمان. استقرار. يعني كان صديق طارق اول مكالمه قال انا لسه جاي من امريكا، الناس بيقولوا لي انه الدنيا عندكم صعبه، العراق فيها دوري، سوريا فيها دوري، انتوا ما عندكوش دوري، ده معناه ان البلد عندكم مولعه. تمام. نعم. فاحنا عاوزين نتعاون، المدربين، الاداريين، الاجهزه الفنيه، الادارات، مفيش كلام زي ما قال الكابتن حماده، وفي نفس الوقت ندور على المصلحه ونلعب بقى الدوري وننجحه بتصرفاتنا يا كابتن، بسلوكياتنا واخلاقياتنا، ما نقدرش نحارب بعض وناكل في بعض. لازم ندي رساله للعالم ان مصر بلد الامن والامان، بلد الحب والاحترام، كل دي امور يا كابتن لازم نعالجها. وفي نفس الوقت انا من وجهه نظري ان الشده لازم تكون موجوده يا كابتن شوقي، الشده مع اللي يخرج. ما انا وريت حضرتك في البدايه، انت كنت حضرتك بس في الطريق ورانا لقطات ثانيه، الجمهور في ايطاليا بيتعامل ازاي، الجمهور في انجلترا، الجمهور في اسبانيا، الجمهور في البرازيل، الامن اسف بيتعامل ازاي، الامن هو الامن يا كابتن، مع الخارج على القانون، مع الخارج على القانون طبعا. بالظبط. في هبه يا كابتن حماده وفي قانون موجود يا كابتن، وانا احترم بلدي ازاي واحبها ازاي، ولازم برضه يا كابتن يبقى لنا دور في التوجيه، معلش الفتره الجايه الاعلام له دور في التوجيه، معلش ما ييأس، ولازم نكون صبورين جدا، كل الناس تمشي في طريق واحد هو مصلحه وطننا. نعم. حكام الغد هيبقى طاقم بقياده الايفواري نومان ديز، وبيعاونوا مساعد اول ايفواري ايضا سونجو، والمساعد الثاني من بروندي هو جيان كلاود. خليني اختم كابتن ربيع، وخليني معاك انت برضو في السؤال ده،
اعرف مدى العلاقه اللي كانت تجمعك بالكابتن محمود الجوهري، واحد من اهم ومن افضل ان لم يكن هو الاهم والافضل في تاريخ ده حكم بكره الايفواريانو مانديز، وحكم كثير من المباريات للفرق الافريقيه، يمتاز بالصرامه وبقوه الشخصيه، حكم قوي وحكم جيد وحكم نزيه يعني، حكم كويس يعني، فان شاء الله كمان عنده عضلات جامده يا كابتن. لا ده حافظ. لا يكون موفق غدا ان شاء الله عز وجل باذن الله، يكون له دور مهم في المباراه غدا ان شاء الله ما بين الاهلي وفاقس. طيب في النهايه مباراه واخده اطار ودي واطار جيد جدا بين الفريقين، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. بسالك عن المدرب الاهم في تاريخ الكره المصريه كابتن محمود الجوهري، كابتن ربيع، والنهارده ذكرى ميلاده، بالتاكيد كان لازم واحنا في ختام الحلقه نحيي ذكراه بكلام يليق باسم هذا الرجل العظيم. لا كابتن جوهري طبعا يعني لو اتكلمت عنه في التدريب وفي كل حاجه، كابتن جوهري ظاهره لا تكرر في تاريخ التدريب المصري، مدرب كبير جدا، مدرب صعب تكراره، كان موهوب، كان نجم في كل نادي بيدربه، في الاهلي حقق، في الزمالك حقق، بقى منتخب مصر حقق، احنا كلنا في مجموعه كبيره جدا يا كابتن حازم المدربين المصريين متاثرين بالكابتن جوهري. نعم. مفيش مدرب في مصر مش واخد من الكابتن جوهري، خلي بالك من النقطه دي، مش واخد من الكابتن جوهري، ده المدرب الكبير العالمي. انا من وجهه نظري ان الجوهري كان سبع عصره في نفس الوقت لن يكرر في تاريخ الكره المصريه. جوهري دي حقيقه. كابتن جوهري كبير جدا. اكبر استفاده انت استفدتها من الكابتن جوهري يا كابتن؟ انا استفدت منه يا كابتن حاجات كتيره جدا، منها التحضير الجاي طول الاسبوع لفرقتي انا. انا ابتدي وبعدين قراءه المنافس وتحضيره كويس جدا. فيعني الاثنين، ان انا احضر فرقتي كويس قوي واجهزها طول الاسبوع اداريا وفنيا، وفي نفس الوقت المنافس اقراه كويس قوي عشان اوصله للعيبه. وطبعا النظام بقى اللي هو على اعلى مستوى، كابتن جوهري كان منظم جدا، كان مجتهد جدا، كان بيتعب جدا يا كابتن، هو برضو علمنا ان احنا لازم نتعب ونجتهد وطول الليل نذاكر عشان ربنا يوفقنا. فانا بقول له الف رحمه عليك كابتن جوهري. نعم. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل قبره روضه من رياض الجنه ان شاء الله. دي تذكره مباراه الغد يا كابتن حمد. مفيش حاجه الحقيقه، دون المركب المتعدد الرياضات لولايه البليده او البليده، السبت 21 فبراير 2015 الساعة 16 اللي هي 4 بتقف عندنا 5 بملعب مصطفى تشاكر، الكأس الممتازة الإفريقية، لهم ألفاظ جميلة الإخوة في المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب، الأهلي المصري مع وفاق سطيف، بالتوفيق إن شاء الله عز وجل. يمكن أنت يعني ما احتكتش بكابتن جوهري كتير يا كابتن حمادة، بس كان ليك أكيد برضو في بداية المنتخب كنت موجود معاه، ويعني طبعا ده اهم جون في حياه الكابتن جوهري. حياه المنتخب الوطني، فزنا على الجزائر 1-0 وخدت، ويمكن هو الوحيد اللي كان ينطبق عليه لفظ الجنرال يعني. طبعا يعني اذا كانت الالقاب كثيره للمدربين، فلما تقول الجنرال، لانه برضه في ناس دلوقتي لك الجنرال مش عارف ايه، لا الجنرال هو الجنرال الكابتن جوهري طبعا يعني. طبعا يمكن زي ما انت قلت ما كانش ليا نصيب او موجود معايا، يمكن اصابات كانت دي بوركينا فاسو. اصابات كانت ملحقاني اول ما ابتديت مع كابتن جوهري، ولكن طبعا كان العلاقه متصله على طول. يمكن انا ذكرت معاك قبل كده البرنامج، يوم بطلت التدريب بعيد الكلام دوت، وماله حلو، كلمت كابتن الجوهري اللي انا هبتدي تدريب، طب اعمل ايه؟ حاجات زي ما قال ربيع كان سابق عصر، يعني بيديك لقطات من ماتشات في اوروبا انت مش فاهم دي ايه دي. قال لا دي جمله هجوميه، دي جمله هجمه مرتده، دي جمله بياخد بين الماتشات الجمل اللي اشتغل عليها. يعني عارف بيبتكر طرق لعب من خلال الماتشات العالميه. فكان بيذاكر 24 ساعه، كان بيحضر زي ما قال الكابتن ربيع، التحضير اللي احنا اتعلمناه منه بقى، بنحضر كويس، بنعمل فزي ما قلت كل مدرب احتك بالكابتن جوهري بياخد حاجات منه جميله جدا بتنفعه في شغله. اهم حاجه يعني موقف بينك وبين الكابتن جوهري يا كابتن ربيع تتذكره؟ ده الموقف كتيره جدا. اديني موقف واحد. يمكن مش متذكر يعني قوي، لكن انا فاكر ان علاقتنا بالكابتن جوهري، او فاكر لما نزلنا من المانيا انا وانت انا وانت، ده كان موقف هو هو هو, هو يعني هو احترمنا وعاوز يريحنا. هو مش معنى ان نقول يوافق يا كابتن انه لا، ده هو ان ده اللي يدل انه مدرب كبير، وفي نفس الوقت انا عاوز اريحكم.
ومفيش اي مشكله ومتعاون، واول ما نزلنا اتفضلوا في المعسكر وكل الامور بقت تمام. نعم. ده موقف بسيط جدا، انا مواقف مع كابتن جوهري كتير كتير يا كابتن. انا عايز اقول لكم بس سر عن الكابتن جوهري يمكن ما حدش يعرفه خالص، انه كان حلم عمره انه يدرب فريق اوروبي، وكان اظن المنتخب الامريكي كان طالب مدربين، وهو كان نفسه يروح يدرب منتخب، قال لي حتى لو منتخب اوروبي صغير لانه حس ان امكانياته تصلح انه يعني يتعامل مع المنتخبات دي، وانه ممكن ينجح مع المنتخبات دي. والمنتخب النيجيري كان بعت له، بس هو كان متردد يعني، ما كانش مرحب، وقال لي انا اروح جنوب افريقيا. قلت له طب ليه؟ قال لي جنوب افريقيا زي اوروبا، زي اوروبا، الملاعب، الاجواء، الدنيا كلها. قلت له طب ما تروح. كان ساعتها جنوب افريقيا كره عاليه عندهم شويه، كانوا واخدين بطوله 96 والدنيا ماشيه بشكل كويس. فقال لي كان نيجيريا طلبوه، فقال لي لا، وقال لي البلد مش امن قوي ومش امان قوي فمش هروح نيجيريا. بس كان هو نفسه، قال لي لو جنوب افريقيا كلموني هروح، وكان بيتمنى انه يبقى فيه منتخب اوروبي او المنتخب الامريكي، وكان قايل ان الكره الامريكيه دي من زمان كره واعده، عايز مدرب كويس يمسكها يعمل معاها شغل كويس. وكان معاه مدير اعمال اسمه مايكل دارسي، اللي لم تخن الذاكره، كان بيجيب لنا ماتشات اجنبيه كتيره جدا 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 جدا. دارسي لو تفتكر كان راجل امين ونظيف جدا. وبس كابتن جوهري دي بعد الصور حقيقة نزلها ابنه احمد النهارده عبر صفحته، كابتن جوهري والسيده الفاضله حرمه، واحمد وهو صغير. فاكر يا كابتن ربيع لما احمد كان معانا في الاتوبيس وقع اتعور؟ فاكر سال لي على الموقف ده؟ وكان معانا في ايطاليا، في ايطاليا طبعا. بس في المانيا دي صوره اسريه، كابتن جوهري وبناته وابنائه، وعنده ابن واحد وعنده بنتين، وعنده السيده الفاضله حرمه، ويعتز جدا باسرته كابتن جوهري. الحقيقه دي صور كده يعني بنختتم بها اللقاء. وكان اتجه ابنه، كان عنده يعني احمد كان بدا في المدارس الرياضيه و تسويق الرياضي. وهو كان دي بقى كان بيشرح خطه لاحمد. دي مع جلاله الملك عبد الله ملك الاردن، هو بيديله اعلى وسام في الاردن الحقيقه. احبه. واعطاه بيت، ده شرف ليا الحقيقه، صوره ليا مع كابتن جوهري. دي في انت يا كابتن شوبير؟ اعتقد في الاهرام او في حاجه كانت للتكريم، وكنا قد ايه رغم ان احنا بنشوفه كابتن ربيع كل يوم، لكنه مجرد ما بيسلم عليك وبيدي لك الجايزه او بيدي لك الميداليه. كان اعتقد ده كانت كاس احسن حارس اعتقد يعني، مش فاكر يعني. انتوا وقفتوا بسرعه عليا ليه؟ اجروا بسرعه، ما يعني في صور كتير احسن من دي بكتير يعني. ده منتخب مصر يا كابتن ربيع. كان حتى شوف انا موجود اهو تحت. استنى بس اشوف حماده صدقي فين بقى؟ جنب جمال عبد الحميد تحت الكاس. استنى، ادي جمال عبد الحميد على يمينه، حماده صدقي مش كده؟ ايوه، حماده صدقي، احمد الكاس، ياسر فاروق، هشام عبد الرسول، حسام حسن. ربيع اللي ما كانش موجود في الصوره دي، معقوله؟ شوبير، معرفش ده صابر عيد ممكن. الصوره انت واخدينها فين دي؟ احمد رامي مش موجود. ما صدقنا عديناك. اشرف قاسم، طاهر ابو زيد، خالد مصطفى عليه رحمه الله، كابتن جوهري، كابتن حازم واحد من اصحاب الفضل الكبير علينا، خالد مصطفى، ابراهيم حسن قلت اسمه، هاني رمزي، طارق سليمان، ايمن شوقي، هشام يكن، علاء شاكر، وكابتن فتحي مبروك. ده منتخب يمكن ابراهيم وحسام موجودين في الصوره اهو. حسام قاعد اهو، وابراهيم فوق، ثالث واحد كابتن جوهري. انت عمرك ما غبت، عمري ما غبت، عمرك ما غبت ربيع. يعني جايبين الصوره اللي مش اكيد ربيع كان بيصلي العصر ساعتها ولا حاجه. كابتن حماده نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حماده، اتمنى لك التوفيق. كابتن ربيع دايما بتشرفنا. شكرا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن. بكره ان شاء الله بنتابع مباراه الاهلي ووفاق سطيف، ان شاء الله هنكون معاكم بكره الساعه 1 تاني، هنرجع نزعلكم مباراه العوده، الاهلي والزمالك المره دي في كره اليد. كنا سعنا لكم مباراه الذهاب انتهت 18-18 في ضيافتي كابتن عماد عطار، كابتن خالد العوضي، تعليق كابتن خالد خيري. الساعه 2 ظهرا المباراه، الساعه 1 الاستوديو التحليلي، ثم نخرج الى استراحه، ثم نعود الساعه 6، وبعد كده من الساعه 7 ممتدين معاكم حتى الساعه 10 بامر الله عز وجل في تغطيه لاحداث مباراه الاهلي وفاق سطيف في السوبر الافريقي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، نلقاكم دائما وابدا على خير وصحه وسعاده. سلام عليكم.